ثلاثة نجوم تعرفوا على بعض في اليابان، كيني أوميغا وفريق ذا يونغ بوكس، كانوا رفقاء بدايات عبر حلبات عالم مصارعة مستقلة. برز نجوميتهم عبر عصابة ذا بوليت كلوب، وبعد عرض راسل كينغدوم 11 أعلنوا رسميا تكوينهم عصابة تضمهم داخل ذا بوليت كلوب. دشنوا قناتهم في منصة اليوتيوب مع نهاية ربيع 2016 لنشر يومياتهم خارج الحلبات ليصنعوا قاعدة شعبية لا يستهان بها، حيث صدروا أهم عروض نيو جابان وحلبة الشرف. لينضم إليهم في عام 2018 كل من كودا إبوشي، كودي رودز، هانغمان بيج، مارتي سكرول. وفي الأول من يناير 2019 أعلنوا رسميا إنجام منظمتهم الخاصة All Elite Wrestling بدعم من ميلياردير باكستاني الأصل توني شهيد خان. كان معكم أبو يحيى متكاز جامعة مصارعة، وهذا هم عصابة The Elite.